بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم في فيديو جديد من قناتكم بي كرييتيف، القناه اللي هتساعدك انك تبقى جرافيك ويب ديزاينر. في الفيديو ده هنعرف مع بعض ازاي نعمل جيج على منصه فايفر. موقع فايفر من اشهر المواقع الفريلانسنج اللي بيتقدم عليه بعض الخدمات المصغره زي تصميم مواقع انترنت، او مثلا تعمل ترانسليشن، او تعمل لوجو ديزاين، حاجات كتير جدا. هتدخل طبعا على الموقع وهسيبه لك في الديسكريبشن وتشوف الخدمات اللي ممكن تقدمها عليه وازاي تعمل جيج عليه، يعني تحط جوب معينة انت بتعملها، وطبعا هتدخل وهتعمل فيها تصنيفات، يعني هتعمل الستاندر وتعمل مثلا الانترميديت والادفانسد، يعني لو هتعمل حاجة بسيطة مثلا سي مثلا موقع الكتروني من 5 صفحات، عكس ما هتعمل موقع فيه مثلا خدمات اي كوميرس او تعلم عن بعد اي ليرنينج، او هتعمل مثلا موقع كبير او موقع صغير، الموضوع هيختلف. او مثلا لو هتترجم عدد معين من الصفحات يبقى بسعر كذا، لو اكتر من 10 صفحات هيبقى بسعر كذا، او مثلا لو هتترجم مثلا 40 صفحة هتبقى بسعر كذا. تعال نشوف مع بعض ازاي نعمل الجيج ونعمل لها الكاستمايزيشن ونحط الجيج ديت عشان تظهر في التصنيف الخاص بيها، عشان لما حد يعمل سيرش على الجرافيك ديزاين او اللوجو ديزاين ابدا الجيج بتاعتي تبدا تظهر، وازاي بعد كده نبدا نعمل لها ترويج على السوشيال ميديا. تعال نشوف مع بعض، يلا نبدا. انا دلوقتي بستعرض الموقع كاني هنا، يعني كاني فيزيتور عادي داخل على الموقع، الاقي هنا مثلا جرافيك ديزاين، لوجو ديزاين، فوتوشوب اديتنج، ويب اند موبايل ديزاين، كل ديت، او فلاير ديزاين، كل ديت حاجات ممكن اضغط مثلا على فلاير ديزاين. مثلا هلاقي هنا فلاير ديزاين زي ما انتم شايفين، I will design a professional flyer for your business. هعمل لك professional design، يعني تصميم احترافي على التصميم الخاص بالشركة بتاعتك. تعال نشوف مع بعض هنا ده بيقدم الخدمة دي بكام. ابتداء من $20، وعمل 765 order قبل كده. وهنا زي ما انتم شايفين فايفر تشويز، يعني موقع فايفر نفسه بيرشح لك الشخص ده ان هو يعمل لك الخدمة دي لو انت محتاجها. فاحنا مثلا هنضغط عليه هنا كده، هلاقي طبعا في عنوان للجيج بتاعتي، وبعد كده حاطط صورة وحاطط بعض التصميمات اللي هو عملها للفلايرز قبل كده. ولما بتضغط على الفلاير نفسه بيجي لك الكومنت الخاص بالشخص اللي هو عمل له الخدمة ديت. مثلا هنا كاتب he did an excellent job، يعني هو عمل شغل كويس، وحاطط ريفيو دي بيديله مثلا 5 ستار او 4 ستار او whatever. هنا هنلاقي البيزك والستاندر والبريميوم. البيزك هنا حاطط مثلا ان هو ديزاين فور اونلاين يوز سوشيال ميديا ديزاين 1 بلاتفورم، وفي الستاند، وطبعا حاطط هنا 3 ريفيجن، 3 مراجعات للتصميم دوت. وهنا في الستاندر حاطط ان هو ممكن يتعمل له برينتنج، وهيديك السورس فايل، يعني الملف العمل الاساسي، يعني الديزاينر لما بيشتغل بيديك مثلا بي ان جي او جي بي جي او واتيفر، الصوره العاديه اللي احنا عارفينها، لكن هو هنا هيديك البي اس دي او ملف العمل اللي اشتغل عليه، سواء على الفوتوشوب او على اي برنامج زي الالستريتور. وهنا مثلا حاطط لك الكوميرشال يوز، يعني انت ممكن تستخدمه ك، يعني ممكن انت تبيع التصميم دوت بعد كده، ممكن تستخدمه عادي. وهنا البريميوم $50 زي ما انتم شايفين، كل حاجة بقى هنا، الفوتو اديتنج والكوميرشال يوز والسورس فايل والبرنت ريدي وكل حاجة. تعال نشوف بقى مع بعض ازاي احنا نعمل بيزك وستاندر وبريميوم في الجوب اللي احنا هنحطها. طيب في البداية انا الجيج اللي هضيفها النهاردة، او الشغلانة اللي انا هقول ان انا ممكن اعملها، هو تصميم موقع باستخدام الوورد بريس. تعال نشوف مع بعض الناس عاملة ايه واحنا هنضيف ايه في الموقع النهاردة. في البداية هدخل انا على جوجل درايف، لان انا مسيف الجيج اللي انا هعملها، يعني حاطط فيها التكست والتقسيمات اللي انا عايز اضيفها فيها. هنيجي هنا بس من الاول من الجرافيك ديزاين، وهنيجي هنا من الويب، هنضغط هنا مثلا على الويب موبايل ديزاين. هي موجوده هنا في البروجرامنج اند تك، هلاقي هنا الوورد بريس اهو، ويب سايت بيلدينج اند سي ام اس. هضغط هنا على وورد بريس وهختار فول ويب سايت كرييشن. زي ما انتم شايفين اهو بدا يعرض لي هنا التوب سيلر اللي موجودين، يعني مثلا هنا بيقول له اي ويل كرييت ا ريسبونسيف وورد بريس ويب سايت ديزاين اور بلوج، هنا ستارت من $50، وهنا 220، وهنا 300، وده $1800. فانا هنا ببدأ اشوف المنافسين اللي بيقدموا نفس الخدمة اللي انا هقدمها.
وممكن هنا من السيرفيس اوبشن تختار مثلا education و seller details، ممكن تختار مثلا هنا top rated، فبيبدأ يعمل لك filtration وبيظهر لك على حسب الكريتيريا او الحاجات اللي انت اخترتها. يعني انت هنا عايز حد يقدم لك خدمات تعليمية ويقدم لك ويكون هو ترتيبه كويس جدا في الموقع. تعال نشوف بقى مع بعض ازاي نعمل الجيج الخاصة بتاعتنا. هبدأ الاول اقول له switch to selling، يعني انا كبائع او كمقدم خدمة. هنا ظهر هنا العلامة الخضراء، الدايرة الخضراء الصغيرة دي معناها ان انا كده اونلاين، وظهر هنا هوت ان انا اونلاين. وهسيب لكم في الديسكريبشن الفيديو اللي انا كنت عملته عشان خاطر اوريكم اول شغلانه خدتها يعني على فايفر والتقييم اللي انا كنت خدته. وهنا في 4 دولار دي الفلوس اللي انا كنت خدتها من اول شغلانه. هاجي هنا من جيجز واضغط عليها، هلاقي هنا الاكتف، يعني انا عندي هنا 6 جيجز شغالين ودي خدمات انا بقدمها. وهتضغط هنا على كرييت ا نيو جيج، او لو انت هنا في البروفايل ديت اهيت الاكتف جيج بتاعتي، اهيت دي الخدمات اللي انا بقدمها. ولو نزلت تحت كده هنا هتلاقي هنا كرييت ا نيو جيج، يعني ممكن تضغط من هنا او من هنا. فانا هضغط مثلا هنا كرييت ا نيو جيج. اول حاجه اتفتحت معايا الاوفر فيو. تعال نشوف مع بعض هنا. اول حاجه هيطلبها منك الجيج تايتل، بمجرد ما انت زي ما انت شايف كده هيكتب لك I will do something I am really good at، وحاطط لك هنا نموذج يعني لشكل العنوان هيبقى عامل ازاي، I will كذا. فانت مش هتكتب بقى I will، لا انت هتكتب الحاجة اللي انت هتقدمها على طول. فانا مثلا هنا هاخد هنا من ملف الوورد عشان ما نطولش عليكم، I will create WordPress website design. هنا ظهر لك تحت هنا just perfect، يعني العنوان دوت مناسب وملائم ومش طويل. I will create WordPress website design and development. بعد كده هاجي هنا من الكاتيجوري هيقول لك select category، وهو already ظاهر لك بعض الكاتيجوري اللي هتساعدك ان انت تختار الجوبس بتاعتك في الكاتيجوري المظبوط. فانا هختار هنا programming tech اللي هي الووردبريس، اوتوماتيك ضاف لي هنا بروجرامينج اند تك ويضاف لي هنا الووردبريس، ان هو بيحاول يسهل عليا. بعد كده هيجي هنا في الجزء دوت سيرفيس تايب، اهو سيلكت ا سيرفيس تايب ريكومنديشن. طبعا هاجي هنا واضغط على الدروب داون ديت. تعالوا بقى نشوف هنا مع بعض الجزء الخاص بالجيج ميتا داتا. هنا كاتب لي سيلكت ذا ويب سايت تايب، يعني اختار نوع الويب سايت اللي انت متخصص فيه. فانا مثلا هختار البيزنس والبلوج والإديوكيشن والبورتفوليو والويدنج والنون بروفيت والانترتينمنت والاونلاين والبورتال. هاجي بعد كده هنزل بس كده ثواني بالساعه. هاجي هنا سبورت بلجن، ايه هي البلجن اللي انا ممكن اضيفها للكلاينت ديت؟ ممكن طبعا نضيف فيديو بلجن، تشات، ماب، جالري، اف اي كيو، ممبرشيب للويب سايت بتاعه يقدر يعمل ممبرشيب، والميوزك، السوشيال ميديا طبعا الايكونز وانه يعمل شيرنج، والبيمنت برضو نفس الحكايه ممكن نضيفها، والكاستمر سبورت. تعال نشوف مع بعض انتجريتد بلجن. طبعا الحاجات اللي انا بختارها دي مش هتبقى موجوده في كل الجيجز، يعني مش هتبقى موجوده في الجيج اللي انت ممكن تدخل عشان تبقى فلاير ديزاينر او جرافيك ديزاينر او لوجو ديزاينر. كل جوب معينه فيها الكاتيجوري والتخصيصات الخاصه بيها او الكريتيريا الخاصة بيها، يعني مش كل الجيج هتبقى عاملة زي بعضها. فانا هنا عشان داخل في حاجة متخصصة فهو هنا بيحاول يفهم كويس قوي انا ايه الخدمات اللي هقدمها. يعني مثلا انتجريتد بلجن انا ممكن اضيف له هنا الكونتاكت فورم 7 اللي بتتيح للعميل داخل الموقع انه يبعت فورم او يبعت مثلا العنوان بتاعه والايميل والديسكريبشن ويدوس سبميت فتتبعت على الايميل الخاص بالعميل، والاكزمة دي عشان خاطر برضو تسرع من الموقع وعشان تمنع السبام، والادسنس عشان خاطر تحقيق الارباح من الموقع، والفيسبوك والجرافيتي فوريوم واللينكد ان وتويتر وفيميو وميلتشيمب عشان خاطر يعمل حملات اعلانيه، حملات دعائيه على الايميل، والووكومرس عشان التجاره الالكترونيه، وتقدر تضيف له اليوتيوب والالمنتور اللي هو البيج بيلدر الخاص بتصميم مواقع الانترنت،
وأول إن وان إس إي أو باك دوت عشان خاطر السيرش إنجن أوبتمايزيشن و يعني تحسين الموقع في محركات البحث، كل ديت أنا أقدر أضيفها. تعال بقى نشوف بعد كده السيرش تاج. هاجي هنا مثلا لو حد عمل سيرش على وورد بريس بلوج أو وورد بريس، حتى هو بيساعدني هنا انستول مثلا، هختار وورد بريس انستول، وهنا وورد بريس تمبلت، وورد بريس انا هنا مركز وورد بريس سيم، وورد بريس بلوج، ومثلا هختار هنا سي ام اس. هو خلاص هنا قال لي 5 تاج ماكسيمم، يعني اكثر حاجه ممكن اضيفها هو 5 تاجز، كلمات مفتاحيه الناس ممكن تكتبها فيظهر الجيج الخاصه بيا. طبعا هضغط هنا على سيف اند كونتينيو. قال لي هنا التايتل كان contain letter and number only، فطبعا عشان خاطر العلامه ديت مش مصرح بيها، فكده العنوان بتاعي I will create WordPress website design development، ممكن هنا اكتب and development. هنزل هنا تحت واقول له save and continue. هينقلني هنا لمرحله البرايس، وهنا عايز ان انا احط الباكج الخاصه بيا اللي هي البيزك والستاندر والبريميوم. البيزك والستاندر والبريميوم لازم احطهم، ولازم احط الثلاثه عشان ادي للعميل ثلاثه فاريشن او ثلاث اختيارات يختار اللي هو عايزه. يعني مثلا واحد عنده الويب سايت بتاعه مثلا 5 صفحات، غير واحد عنده الويب سايت بتاعه 10 او 20 صفحه، واحد تاني عايز يعمل موقع تعلم عن بعد ويعمل اضافات كتير جدا. فتعال نشوف مع بعض هنا البيزك والستاندر والبريميوم دي هبدا اعمل الباكج بتاعتي ازاي. فانا هنا محضر في الجزء الخاص ب الستاندر، فانا هنا هسمي الستاندر بتاعي ستارتر، يعني اب تو 3 بيجز والسوشيال ايكون وكلر براندنج وكونتاكت فورم والبلوج والسبيد والسكيورتي واي كاتش اند ريسبونسيف ويب سايت فور ستارتر. هاخد دي كده كوبي واجي هنا احطها في الجزء الخاص بالديسكربشن. وهنا في النيم ممكن تخليها بيزك، او يعني انا مثلا هاخد هنا كوبي واحطها هنا زي ما هي بيزك، واخد الستاندر واسمي الباكج بتاعتي ستاندر، والبريميوم نفس الحكايه هاخدها كوبي واحطها هنا. وده الديسكربشن، هنا كتبت خلاص الديسكربشن بتاع البيزك. هختار بقى الدليفري تايم، هيبقى مثلا 5 ايام، والنمبر اوف بيجز هختار هنا 3 صفحات، والديزاين كاستمايزيشن ماشي، والكونتنت ابلود ماشي اوكي، ريسبونسيف ديزاين طبعا الموقع دلوقتي لازم يكون متوافق للعرض على التابلت وعلى الموبايل، فهختار طبعا انه يكون ريسبونسيف، والبلجن الاكستنشنز انستليشن، فانا هنا ممكن اعمل له سيت اب مثلا لبلجن واحده، والاي كوميرس طبعا مش هفعلها هنا، والنمبر اوف برودكت هو واحد، والريفيجن ممكن تبقى مره او مرتين مثلا، والبرايس هنا حاطط لي من $5 ل $995. فانا هاجي هنا هنزل كده وابدا اختار مثلا سعر زي $55 مثلا. هاجي بقى على الجزء الثاني احط هنا الديسكريبشن بتاعه، ممكن احط في البيزك هنا يبقى مثلا 3 بلجن. طبعا انت بتقعد تعدل بقى في الجيج بتاعتك لحد ما تظبطها تمام. هاجي هنا بقى في الستاندر، هيبقى هنا الستاندر بتاعي مثلا 5 صفحات، ديليفري تايم برضو 5 ايام، هنا ممكن نخلي ديت 3 ايام، هنا 5 ايام، نمبر اوف بيجز هنا 5، وطبعا ديزاين كاستمايزيشن كونتنت ابلود ريسبونسيف بلجن برضو 3 او ممكن نخليها 4، ممكن نخلي هنا الريفيجن مثلا 3 مرات، والسعر هنا هيبقى مثلا $100. نيجي بقى للخطه اللي هي البريميوم دي، بيست فور لارج اور كوربريت بزنس اند فيرم، دي للشركات الكبيره، هضيف هنا في الديسكربشن دوت. هاجي هنا ديليفري تايم، ادي نفسي مثلا وقت مثلا 10 ايام، نمبر اوف بيجز ممكن هنا مثلا اختار مثلا 15 صفحه، نعلم هنا تشيك بوكس هنا وهنا، والبلجن ممكن نسطب مثلا 6 بلجن، ونمبر اوف برودكت 1، الريفيجن هنا عايزين نخلي 5 مثلا، وهنا الباكج ديت نخليها $150. طبعا انا عشان جديد في الموقع وما عنديش ريفيجن كتيره وبالذات في الجيج ديت، فانا هخلي الاسعار بتاعتي متوسطه كده زي ما انتم شايفين، عشان خاطر يعني لو في حد او كلاينت عايز يبدا يعمل ستارت اب وممكن يتعامل معاك ويديك ريفيو كويس،
وبعد كده تبقى تعلي السعر بتاعك زي المنافسين بالظبط. حاجة هنا اسمها اد اكسترا سيرفيس في البيزك، لو انت عايز تضيف حاجة يعني زيادة فيها، لو انت مثلا عايزه عايز الويب سايت دوت مش في 3 ايام، عايزه في يومين مثلا، هيضيف مثلا $5 كمان مثلا او $10. وفي الستاندرد لو عايزه مثلا في 4 ايام مش في 5 ايام مثلا او في 3 ايام مثلا، ممكن يضيف مثلا $15. وفي البريميوم لو انت مش لو عايزه مثلا في اسبوع، ممكن يضيف مثلا $20 كمان. واي اديشنال بيجز، اي صفحه زياده بمثلا $20 اند اديشنال كمان يوم. هاجي هنا واقول له سيف اند كونتينيو. هنا حاطط ان الاي كوميرس فانكشن لازم احط لها برايس، واديشنال ريفيجن برايس كانوت بي امتي. شوف بقى الحاجات اللي هو معلمنا عليها بالاحمر ديت وعدلها. الاي كوميرس فانكشن هنا اكسترا، اي بقى تعديل زياده، في هنضيف هنا $10 وهنعمله مثلا في يومين. بعد كده هاجي هنا واقول له سيف اند كونتينيو. تمام. هاجي هنا بقى في الجزء الثالث اللي هو الديسكريبشن اند اف اي كيو، اللي هي الاسئله الشائعه ووصف للجيج الخاصه بيك. معلش ممكن اكون طولت عليك شويه، بس احنا بنمشي الخطوات واحده واحده عشان خاطر لما تيجي تعمل الجيج بتاعتك تكون عاملها على اكمل وجه وما تكونش ناقصه اي حاجه. فانا جاهز هنا بالديسكريبشن، انا كاتب هنا مثلا هاي اي ام احمد فرونت اند ديفلوبر اند يو اي ديزاينر فروم ايجيبت، اي ام اكستريملي باشن اباوت ديزاين اند كرييتنج جريت ديزاين. يعني انا مهتم جدا ان انا اعمل مواقع وتصميمات كويسه. هاخد ديت هنا كده كوبي واجي احطها هنا في الديسكريبشن، وهحط له الجمله دي اللي هو ويلكم تو ماي جيج يور ساتسفاكشن از ماي فيرست بريوريتي، يعني رضاك هو اول هدف ليا. نحطها مثلا هنا قبل المقدمه ديت. طبعا ممكن اعلم على النص ده كله واجي هنا تخليه بولد او ما تخليهوش بولد او ايتاليك او في باليت معينه، او ممكن نضغط على العلامه ديت هنا كده بيظلل لك الحاجه، فهنا تضغط عليها تاني يشيل التظليل اللي تحتها. هتقدر تكتب هنا في الديسكريبشن الخاص بالجيج بتاعك لحد 1200 كاركتر، انا كاتب هنا لحد دلوقتي 316، وهضيف هنا الجزء ده برضو ماي وورد بريس ويب سايت ديزاين اند ديفلوبمنت باكج انكلود، يعني هتتضمن ايه؟ 100% ريسبونسيف وورد بريس ديزاين، التصميم هيبقى فيه متوافق للعرض مع الموبايل والتابلت، وهيبقى فيه لايف تشات، وهيبقى فيه سلايدر بيتحرك فيه صور اتش دي. طبعا كل ده هضيفه له في الديسكريبشن. هضغط هنا كده انتر واضيف الكلام ده كله. وطبعا هنا بقول له مثلا ايه اللي يخليه يختارني انا مثلا، عشان خاطر مثلا انا عندي 6 سنين خبره في الوورد بريس، وممكن يسترجع الاموال بتاعته عادي جدا، وانليمتد ريفيجن ممكن يعمل مراجعات غير نهائيه للتصميم والبرمجه الخاصه بالموقع. هحطها له برده هنا. هاجي بقى في الجزء اللي بعد كده واقول له هنا سيف اند كونتينيو. طبعا انت تقدر ترجع للجيج بتاعتك ديت وتعدلها بعد كده في اي وقت. هاجي هنا في الجزء ده برضه اقول له هنا سيف اند كونتينيو. هنا بيقول لي يو ماست ادد ليتست وان ريكويرمنت اد نيو كويتشنز. ممكن هنا اضيف كويتشنز مثلا، بيقول لك ريكويست نيسيسري ديتيلز ساتش از دايمنشن براند جايد لاين اند مور. ممكن هنا اي خطوه مثلا معينه انت مش فاهمها بتيجي هنا بيقول لك بروفايد يور ريكويرمنت، فبيديك هنا فيديو توضيحي عنها. بيقول لك ازاي بتشتغل. الكلاينت ده نفسه عايز يعرف ايه الحاجات اللي انت هتطلبها منه قبل ما تبدا في الشغل. فانا هنا مثلا ممكن اطلب منه التكست، واطلب منه الايمج الخاصه بالموقع، وهطلب منه طبعا الصور اللي هيبعتها والتكست هيبعتهولي مثلا از اتاتشمنت. ماشي. وبعد كده اقول له ايه اد، بعد كده اقول له سيف اند كونتينيو. هاجي هنا في بيلد يور جيج جالري. هنا بيقول لك ضيف جالري للجيج بتاعتك عشان خاطر الناس تقدر تبقى اي كاتش وتجذب نظرهم ويعملوا يعني كليك عليها.
فانا اوريدي مجهز تصميم معين على الفوتوشوب، المفروض ان انا هدخل بس هعمل تعديل بسيط جدا فيه في التكست نفسه عشان ما يبقاش عربي يبقى انجليش. هعمل هنا رايت كليك على تصميم موقع واعمل بيست، واجي هنا اضغط انتر انتر واعمل دبل كليك عليه واصغر بس التكست بتاعي، وهعمل رايت كليك هنا كده على النادي الاهلي ديت واشيلها، وممكن نقف على الباك جراوند ديت نغيرها ومثلا نحط باك جراوند زي ديت كده، وهنا نسيب كرييت ا ريسبونسيف وورد بريس ويب سايت ديزاين، ممكن اعمل عليها دبل كليك هنا كده دبل كليك، واتحرك بالسهم ده يمين زي ما انتم شايفين الاقي بيكبر شويه التكست، واسيب الصوره ديت جي بي جي او بي ان جي افضل، احطها مثلا على الديسكتوب، اجي على الديسكتوب واختار فايفر تمام اهيت سمبر، وهتبقى هي ديت البرايمري. يعني ممكن ان انا اضيف كذا صوره كمان، انا معايا صورتين كمان ممكن اضيفهم، وممكن اضيف فيديو بس عشان وقت الفيديو. فهننزل هنا و زي ما وريتكم هنا ممكن تعمل برضو فيديو وتتكلم فيه وتقول ان انت تقدر تعمل تصميم للموقع وايه الخدمات اللي هتقدمها، واقول له هنا سيف اند كونتينيو. يبقى كده ناقص ان انا اعمل بابلش للجيج، وهنا بيقول لي يو ديد ات، انت كده خلصت خلاص الجيج بتاعتك لايف دلوقتي تمام شغاله، وممكن تعمل لها شير على السوشيال ميديا، ممكن تاخد اللينك ده كده تتعلم عليه وتاخده كوبي دان، وهلاقي الجيج هنا اتضافت اهيت. ممكن اضغط بقى عليها كده، او ممكن اضغط هنا من السهم دوت هنا واقول له مثلا بريفيو. تمام يا جماعه اهي الجيج اهيت، اي ويل كرييت وورد بريس ويب سايت ديزاين اند ديفلوبمنت تمام، وادي الكاستم ثامنيل الصوره اللي انا حطيتها، وده البيزك بتاعي اهو ب $55 والستاندر 100 والبريميوم 150، ودوت هنا في 3 ايام والستاندر 5 ايام والبريميوم 10 ايام، وهنا 5 ريفيجن، هنا 3 ريفيجن 2 ريفيجن، وهنا عدد الصفحات 3 زي ما احنا اخترنا، وهنا 5 وهنا البريميوم. تعال نشوف بقى الديسكريبشن هنا ظاهر ازاي، اهو ده الديسكريبشن الاباوت اللي انا حطيته، وديت الحاجات اللي احنا مليناها قبل كده، وهنا طبعا ده اباوت ذا سيلر، ده بيانات عني انا، وان انا واخد ريفيو واحد 5 ستار في الريفيو، وابقى بكده خلصت الجيج بتاعتي. وظهر هنا الكومبير باكج زي ما قلنا، ادي الباكج الاولاني البيزك والستاندر والبريميوم كل حاجه تمام، يبقى انت كده عملت الجيج بتاعتك مظبوط. وطبعا هنا بيظهر الجيجز اللي انت بتقدمها التانيه اللي هي ليها علاقه ب الجيجز اللي انت بتقدمها اوريدي او الخدمات اللي انت بتقدمها. اتمنى الدرس يكون بسيط وسهل، وتبداوا تدخلوا وتعرضوا الخدمات بتاعتكم على موقع فايفر، وقريب هنعمل ازاي نضيف الخدمات بتاعتنا على موقع زي موقع خمسات، او ازاي ان انت تقدم على شغل على موقع مستقل. اتمنى الدرس يكون بسيط وسهل، ولو ده اول فيديو تشوفه معانا في الشانل اتمنى ان انت تدخل وتعمل اشتراك وتفعل زر الجرس عشان اي فيديو ننزله يوصل لك بيه نوتيفيكيشن على طول. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامه.